أذكى خمس حيل من علم النفس للدراسة بشكل أسرع. أولاً، أدرس لفترة تتراوح بين 25 دقيقة إلى 30 دقيقة، مع أخذ فترة استراحة قصيرة تستمر 5 دقائق، ثم قم بالإعادة. تعرف هذه التقنية باسم تقنية البومودورو، حيث أن عقولنا تتذكر بشكل أفضل في الفترات الصغيرة. ثانياً، قم بتغيير مكان الدراسة. ابحث عن مكان مخصص للدراسة فقط، ولا تستخدمه لأي نشاط آخر. هذا سيزيد تركيزك في كل مرة تدخل فيه هذا المكان. ثالثاً، اذهب للنوم بعد الانتهاء من الدراسة، سيساعد ذلك في تحسين ذاكرتك لما قرأته للتو. رابعاً، استخدم الخطاطات والقصص. على سبيل المثال، لتذكر قائمة من الأشياء، قم برسم خطاطة أو قصة تحتوي على هذه الأشياء. بهذه الطريقة تصبح المعلومات أسهل للاسترجاع. خامساً، استخدم عدة طرق للدراسة. على سبيل المثال، بدلاً من القراءة فقط، استمع إلى محاضرة أو فيديو له علاقة بموضوعك.